استكمل بيت العائلة دورته التي أطلقها بعنوان معا من أجل مصر بشعار ليتعايشوا بالمركز الثقافي القبطي الذي يجمع أئمة من الأزهر وقساوسة من الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، وتهدف الدورة إلى ترسيخ قيم المحبة والتسامح فضلا عن تجديد الخطاب الديني بما يصب في صالح الوطن. النهارده دي الحلقة الثانية من العام الثالث. احنا بقالنا 3 سنين في المشروع ده، هو كل سنة بنركز على 70 إمام وأسيس بيجوا مع بعض عشان خاطر ان هم يبقى فيه تعايش حقيقي وتدريب على مهارات التواصل وتنمية ثقافة قبول الآخر ونبذ العنف والكراهية ونشر ثقافة السلام والتسامح. الأنشطة ديت معمولة عشان تقرب رجال الدين من بعضها. احنا عاوزين نبني مصر ونبني السلام والمحبة وننبذ الكراهية والتعصب والعنف. فبنمسك فكروا ان هم يمسكوا رجال الدين لان هم القدوة، لان فقد الشيء لا يعطيه. فاذا كان رجل الدين المسلم بيحب رجل الدين المسيحي يبقى الشعب هيحبوا بعض زي الاب والام في البيت. لو بيحبوا بعض ويتعاونوا مع الاولاد يطلعوا كويسين مساويين، لو بيكرهوا بعض وفي مشاكل الولاد يطلعوا مش كويسين. نصل إلى هذه الأهداف عن طريق تدريب المتحدثين عن الدين سواء الإسلامي أو المسيحي. وها أنت ترى بعينك الآن، إذا سرت معي بالكاميرا خلفي تجد أن المسلم بجانب المسيحي لا فرق بينهم. القمص أو البابا أو الشيخ أو الواعظ كلهم سواء بسواء، تعاون مستمر، تنسيق في العمل، كلنا هدف واحد، أننا نقول أن الدين سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي نابع من مشكاة واحدة، نازل من الله سبحانه وتعالى على خلق الله.